مساء الفل والهنا وكل حاجة حلوة إن شاء الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من أنتي وبس، وإن شاء الله حلقة تعجبكم وأقدر أقدم محتوى بإذن الله يعجب كل السادة المشاهدين. طبعا في كل حلقة زي ما عودتكم أني ببدأ الحلقة بفقرة ريفيوهاتي. طيب ريفيوهاتي النهاردة يعني جايبالكم وليمة من ريفيوهاتي. الحقيقة في شركة اسمها شركة الخليج، عروسة الخليج، تمام. الحقيقة الشركة دي ممتازة جدا، انا طلبت لقيتها على النت فطلبت منها. اول منتج طلبته انا هشرح لكم، طبعا هي عندها منتجات كتير جدا بس انا جبت يعني الحاجات اللي عجبتني، لكن عندها حاجات كتير تانية كتير جدا يعني، بس تعالى اقول لكم كده فكرة عنها. وفي كل حلقة ان شاء الله هعرض لكم منتجات جديدة، لان كل يوم بستخدم منتجات جديدة عشان ادي فرصة اكتر اني اقول لاكتر حد من المشاهدين يستخدموا ايه او تجربتي كانت ايه. اول حاجه هبدا بيها هي كانت الشعر. مشكلتي مع الشعر ان دايما بزبغ كتير وعندي مشاكل في الشعر، ان الصبغه انتوا عارفين اكيد بتعمل ايه في الشعر. فهبدا بالزيت الجميل ده، زيت البصل. الزيت ده يعني عايزه اقول لكم هو ريحته مش حلوه خالص بس فوائده فظيعه، يعني ريحته مش حلوه بس هو علاجي 100%. بصوا هي المفروض ان هو بيتحط عادي، بس انا عن نفسي هقول لكم استخدمته ازاي. يعني انا ما دهنتهوش دهانه عادي كده ولا سبت الشعر، انا عملته بطريقه الانعكاس، قلبت شعري وبقيت احط فيه لان كنت محتاجه اغذيه الفتره اللي فاتت، وبقيت البس البرو كاب واسيبه شويه كده عليه حوالي 10 دقائق. بعدها غسلت شعري وعملته حمام كريم، غسلته الاول بالمجموعه دي. هي دي مجموعه بزبده الشيا عندها جميله جدا، يعني عايزه اقول لكم ان انتوا بعد ما بتخلصوا هتلاقوا طريان. فكرتني بشركه يعني ليها اسم كبير قوي واغلى بكتير يعني. الحقيقه هي بالشيا وفي حاجات كتير قوي، هي طبعا زيرو سلفات. هي مناسبه كمان حتى بالمره اقول لكم، هي مناسبه كمان لو حد عامل بروتين او بروتوكس او اي حاجه فيها فرد فهي هتكون مناسبة جدا. عملت غسلت الأول بشامبو، خفيته بنص كوباية مية زي ما أنا متعودة، وبعدين خفيت البلسم برضو نفس الكلام، وحطيت حمام الكريم الجميل ده بجد تحفة، وتحس إن أنت يعني حاطط فيه زبدة، يعني هو فعلا فيه زبدة شيا طبعا بس تحفة هيعجبكم جدا يعني. ده اهو، وريحته كمان هتلاقوها بيور وحلو جدا. طبعا ما جبتلكوش كل المنتجات، انا جبتلكو اللي انا عملته للعنايه بالشعر، تمام. بعدها بقى حطيت السيرم الحلو ده خلاص. وبعد كده استنى عشان اوصف لكم حاجه حاجه. بعدها تاني يوم طبعا، يعني مش في نفس اليوم، انا جربت كذا حاجه علشان شعري. سبت شعري كده يومين عشان اقول لكم بس ايه اللي حاصل فيه، حتى هتلاقوني غمقت شعري كده شويه علشان انا ناويه اعالجه الايام اللي جايه. فظيعه يعني، خلطه الحرير دي جميله جدا، وبتحطي عليها هي بعتها هنا زي امبولز كده، ده في فيتامينز، فبتحطيه عليها وتسيبيه على شعرك شويه. وبعدين انا عن نفسي كانت دي استخدامي يعني، لكن هو يعني بيرمم الشعر، وممكن تستخدميه بكذا طريقه وترجعي بقى للشركه، انما انا هقول لك انا استخدمته ازاي. حطيته عليها وسبته شويه وبعدين غسلت شعري، كان الحقيقه يعني حلو جدا جدا جدا. خلطة النخاع برضو نفس الكلام، احنا بنتكلم على الناس اللي عايزة تعالج شعرها. بعد كده حطيت، لان الريحة طبعا كانت مش قوي، سوري، في زيت البصل، هرجع لكم تاني. حطيت البرفيوم ده بتاع زيت البصل يعني عشان بس ما تتلخبطوش. لما استخدمت زيت البصل بعدها، بعد ما خلصت كل الدنيا دي، حطيت زيت البرفيومز ده، في منه اكتر من ريحة. يعني انا عن نفسي استخدمت دي السويت، دي حلوه جدا، دي عجبتني قوي، حسيتها ان هي ريحتها كده ثابته اكتر، وحسيتها انها كمان بتدي لمعه للشعر حلوه قوي كده. احنا عملنا حاجه جامده جدا للشعر، وانتوا استخدموها قولوا لي طبعا رايكم ايه. تعالوا اكمل لكم كمان الحلو في الشركه. ده الشمر، وانتوا عارفين ان انا بحب دايما الشمر في حاجات كتير بدخلها. الشاور ده جميل وريحته حلوه جدا، بيسيب كده لمعه حلوه جدا، بنصح بيه العرايس، لان كتير من العرايس بيبقوا في الاول بيحبوا يشوفوا نفسهم كده بيلمعوا، فده هيكون حلو قوي. عندك منه درجتين، الجولد وعندك منه الوايت، عايزه اجربه لكم، استنوا عشان عايزه اجربه لكم كده. بصوا ده يعني انا حبيته ده اكتر، لان انا لوني برونزاج شويه، ف يعني ده كان واضح اكتر. ف
فهتلاقوا تحفه معاكم. واخر حاجه بقى جربتها كانت الكريم بتاع العرق، حلو جدا. يعني في منه اكتر من ريحه، واعتقد ان انتوا لما تجربوه هتحبوه قوي. اهم حاجه بقى لمنتجات الجسم هو ده، بعد ما تعملي السويت بتقدري ان انت تحطي ده كريم وتعملي بديل للناس اللي عندها، يعني ده اختراع بقى لوحده. استنى بصوا، دي حاجة الناس اللي عندها شوية بروز كانت بتعمل مثلا بماشين أو حاجة، بيكون عندها زي جلد الوزة كده، دي بتخلصك من ده في 5 أيام. 5 أيام بتلاقي الموضوع مختلف معاكي خالص، لأن هي زي سكراب كده بأعشاب معينة طبعا، فبتطلع زي كأنك عملتي حمام مغربي بالظبط. وبكده يا رب إن شاء الله تكون الريفيو ده العيلة الكبيرة دي عجبتكم، ودي أرقام التواصل وعملها خصم الإنتي وبس. طبعا دخلت وطلبت منها خصم الإنتي وبس، وإن شاء الله يا رب بإذن الله المنتجات تعجبكم، وما تنسوش تكتبوا لي ريفيوهاتكم أنتوا عن المنتج اللي أنا رشحته للسادة المشاهدين. تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وما تأخرناش عليكم، رجعنا بسرعة عشان نقول لكم ان احنا معانا فقرة مهمة جدا لكل بيت مصري. الفقرة دي النهاردة هنخاطب بيها الام والاب والزوج والابن، يعني هتهمنا كلنا. هيكون معانا ضيوف الفقرة استاذ جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي بجامعة الازهر وعضو الجمعية المصرية والاوروبية لامراض الذكورة والصحة الجنسية، الاستاذ الدكتور محمد هنداوي. مظبوط كده؟ ازيك يا دكتور منور. ومعانا كمان الاستاذ الدكتور ياسر بدران استاذ جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي بجامعة الازهر وعضو الجمعية الاوروبية للصحة الجنسية، دبلومة جراحة المناظير المتقدمة جامعة ستارز بورت بفرنسا، الزمالة الاوروبية لجراحة القضيب. تمام كده، منورنا يا دكتور. والله حضرتك والاستاذ الدكتور هنداوي مذاكرين، فعندكم القاب كتير جدا. النهارده ان شاء الله هتفيدونا، واحنا زي ما قلنا في بدايه الفقره ان الفقره دي هتهم كل بيت مصري. مظبوط كده؟ نعم. حضرتك المركز اسمه الذكوره كلينك، مش كده؟ مظبوط. ممكن تكلمونا اكتر عن المركز؟ طيب، احنا فكرتنا في المركز ان احنا بنخاطب الاسره المصريه او الاسره في العموم. احنا مش بس الراجل الكبير ولا الشاب، لا، ده احنا بناخد الطفل طالما ان هو ولد. الطفل من يوم ما اتولد وعرفنا ان هو ذكر، احنا بنعالج له اي مشكله تخص هذا الموضوع. الطفل المولود من اول ما تعرفنا على جنسه وعرفنا مشكلته، اذا كان في مشكله في الطهاره بنعالجها، اذا كان في مشكله في الاحليل يعني فتحه القضيب مش في مكانها بنعالجها، اذا كان في بعد كده الخصيه مش موجوده في مكانها، الخصيه المعلقه احنا بنعالجها، اذا في اعوجاج في مرحله الشباب بنعالجه، اذا كبر واتجوز وعنده مشاكل في العلاقة الجنسية احنا بنعالجها في وقت الشيخوخة، اذا عنده اعوجاج مرض بيروني او عنده ضعف جنسي احنا بنستعيض عن هذه المشاكل بتركيب الدعامات، بعد كده لو هو محتاج مشاكل للبروستاتا احنا بنعالجها دون التأثير على القدرة الجنسية. ده الكونسبت بتاعنا او دي الرؤية اللي احنا بنعالج بيها. نتكلم بقى دكتور عن حاجة حاجة. تمام. اول حاجة، هو المفروض كل ام اول ما تولد وتتأكد ان هي خلاص ان شاء الله ذكر تيجي بقى على طول لمركز الذكوره الاول حتى لو هو سليم كطهاره ولا لا؟ احنا الطهاره احنا بنقدم الطهاره الايديال طبعا. الطهاره بيبقى ليها مواصفات، في طهاره راديكال وفي طهاره سيمبل على حسب نظرتنا للعضو، لكن المشاكل بتكون حاجات اكبر من كده. احيانا بيكون جنس الطفل ما هوش واضح، يعني بنبص للاعضاء التناسليه بتاعته ما بنبقاش عارفينه ده ولد ولا بنت، ده بيبقى فيه مشكله من مشاكل الاحليل السفلي المتقدمه. ده احنا بنحلل يا دكتور. الاحليل هي الاحليل اللي هو فتحه القضيب. فتحه القضيب مكانها الطبيعي تبقى في راس العضو. اذا هي مش في المكان ده، اذا نزلت لتحت شويه، دي اسمها احليل سفلي. احيانا يكون في جسم القضيب نفسه، احيانا يكون ناحيه الخصيه، فهو لو موجود عند الخصيه بيبقى فيه التصاق وبيبقى شكل الولد ده مش معروف ده ولد ولا بنت. الموضوع ده كان فيه مشاكل كتير في اصلاحه، وكانت الناس بتخاف منه لانها بيحصل فيها مشاكل وبتتكرر عملياتها مره واثنين وثلاثه ومرتجعه وبتنتهي في الاخر ريكريبل بينز ويبقى معاق وما يقدرش يكمل حياته الجنسيه بعد كده. لا، الموضوع المفروض ان هو اتاخر تتغير دلوقتي، بقى في عندنا كتب معينه مخصصه بس لعلاج الاحليل السفلي، بقى في عندنا الميكروسكوب الجراحي اللي هو بقى يوفر لنا ان احنا نشوف الحاجه مضاعفه 5 مرات، يعني رؤيتنا للحاجه اللي عشان نبسطها للمشاهد، لو انت تخيلت ان صبعك ده
انت شفته اكبر منه 5 مرات، يعني بالميكروسكوب الجراحي اللي احنا بنشتغل بيه بتشوف الصابع الواحد قد الايد كلها. ده خلانا نقدر نتعامل مع الانسجه الرقيقه بتاعه الطفل اللي هو في سن سنه كانه بنتعامل مع جسم كبير وانسجه كبيره. بنستخدم في العمليات دي خيوط رفيعه جدا، مش كده؟ الميكروسكوب الجراحي ده حاجه مهمه جدا في جراحات الاحليل السفلي. بقينا نستخدم خيوط دقيقه جدا اللي هي كانت تستخدم في علاج امراض الرمد في القرنيه. يعني تخيلي حضرتك الخيط اللي كانوا بيخيطوا بيه القرنيه اللي هي موجوده قدام عينك على طول انت ما بتشوفهوش، لا احنا بواسطه الميكروسكوب الجراحي بقينا نقدر نشوف الخيط ده ونستخدمه في علاج الاحليل السفلي. علشان كده احنا بنضمن ان الطفل ده مش هيدخل العمليات اكتر من مره، هي مره واحده بنصلح له مشاكله كلها ويقدر يعيش حياته بعد كده ما كانوش عمل عمليه. نسبه نجاحها قد ايه يا دكتور؟ نسبة النجاح لو ما استخدمناش التقنيات دي بتكون من 30 لـ40%، لا بعد استخدام التقنيات دي بتعدي ال 95%. هاي النسبة حلوة. كلمنا عن الجديد بقى دكتور ياسر. دي حقيقة ده هو ده الجديد اللي بيتكلم عليه دكتور محمد. احنا جايين هنا الحقيقة في انت وبس نطمن كل ام مسؤولة عن طفلها وبتحب طفلها، وكل اب كمان مسؤول عن طفله، ان عمليات احليل السفلي هي عمليات بسيطة جدا الطفل بيعملها، في تاخد في حدود ساعة الى ساعتين، والطفل يقدر بعد كده يروح في نفس اليوم او تاني يوم، وبنشيل غيار بعد 5 ايام، والطفل بيقدر يتبول طبيعي وبيعيش حياته الطبيعيه جدا، الحياه الجنسيه والحياه الزوجيه بعد كده طبيعي جدا. ليه بنقول للام ليه نعمل عمليه مره واثنين وثلاثه بدل في تقنيات حديثه وفي اساليب جديده لاداء عمليات الاحليل السفلي؟ الحقيقه احنا مش بس بنتكلم في تقنيات والات حديثه، لا ده كمان في تقنيات جراحيه جديده احنا بنعملها في مركز ذكوره لعلاج واصلاح الاحليل السفلي بدون ادنى مشاكل وبدون ادنى مخاطر. وكمان من اول عمليه بفضل الله سبحانه وتعالى احنا اكثر من 95% عملياتنا بتنجح، ودي طبعا يعني يمكن تكون اعلى من النسب العالميه. احنا في مصر طبعا والفراعنه هم اول ناس بداوا يعملوا اصلاح الاحليل السفلي، ولذلك الحمد لله احنا مراكزنا في مصر مراكز متخصصه جدا في اصلاح الاحليل السفلي وكمان اصلاح الاعوجاج. يعني احنا مش بس بنتكلم على الشباب الصغيره او الاطفال الصغير، لا احنا كمان بيبقى عندهم كمان ساعات الشباب بيبقى عندهم اعوجاج وراثي. الانواع ايه يا دكتور؟ في منها انواع؟ الحقيقه الاعوجاج ده اما يكون اعوجاج وراثي او اما يكون اعوجاج بسبب بيروني. الاعوجاج الوراثي طبعا ده نتيجه ان في جزء بيطول اكتر من الجزء الثاني، او ممكن يكون مجرى البول قصيره شويه فطبعا بيعمل انحناء لاسفل او انحناء لاعلى او انحناء على الجنب اليمين او الشمال. الانحناء الوراثي او الانحناء البيروني بيبقى ليه درجات، لان طبعا الانحناء ده بيخلي الرجل مش قادر يستمتع بعلاقه زوجيه، مش قادر يؤدي علاقه زوجيه حميميه. واحنا بننبه الامهات برضو ان هي تخلي بالها من اولاد، لان بالفعل احنا بيجي لنا شباب كتير جدا في العياده هم مكسوفين يقولوا لابهاتهم او امهاتهم عشان إن عندهم إحنا اطفال ما تعالجش الامر بالظبط كده. فاحنا لما بيتجوزوا بتظهر المشكله دي، وبيظهر طبعا حالات طلاق وحالات عدم علاقه زوجيه حميميه. دكتور محمد هيكلمنا الحقيقه، احنا الحقيقه احنا انا والدكتور ياسر احنا جايين دلوقتي من المستشفى، كنا في حاله من حالات اصلاح اعوجاج القضيب. فتخيلي حضرتك هو ولد عنده 18 سنه وكان مكسوف جدا ان هو يقول ان عنده مشكله زي دي، لدرجه ان هو لما جه عندي العياده. يعني ليه الام سابته لحد لما بقى عنده 18 سنه؟ هو احنا ليه ما اكتشفتش؟ لا الامهات دايما الطفل اثناء النوم بيحصل فيه انتصاب في القضيب، فالمفروض الام بتشوفه، واذا فيه حاجه هي مش مطمنه ما تسكتش عليها، لان الطفل لو كبر بعد كده هو نفسه هيبقى محرج. فتخيل من سن قد ايه يا دكتور؟ يعني ابتدي اخلي بالي على ابني واعمل تيست من سن من سن سنه من سن سنه من سن سنه، لكن احنا ما بنعملش الاصلاح في السن الصغير ده، اهو بنستنى عليهم لغايه اما يوصلوا سن 12 او 13 سنه لان احيانا بيتصلح لوحده. لكن بنصلحه ولازم نصلحه في السن اللي هو سن التين ايج من 13 ل 14 سنه لازم نصلحه. ما نسيبهوش لما يبقى زي الشباب دول، هو بقى عنده 18 سنه وبقى محرج يتكلم في الموضوع لدرجه ان هو بعد ما جه عندي العياده بقى مش عارف يتكلم يقول ايه، اضطر يمشي والده ووالدته ويتكلم معايا لغايه ما في الاخر ابتدى يقول لا ده انا عندي المشكله الفلانيه. يعني الموضوع بيبقى محرج فعلا لما تسيبه ان هو يكبر الطفل، يعني طبعًا. كان المفروض تكتشفه من الاول. احنا هنا برضو بنطمن امهات عشان احنا برضو البرنامج انت وبس ده ضروري جدا، يعني احنا بنطمن امهات. يا دكتور ان انت يعني قد ايه فعلا الام المصريه بالذات كمان بتكون قلوقه قوي في الموضوع. احنا بنعمل تقنيات حديثه جدا في اصلاح الاعوجاج بدون التاثير على طول العضو
وكمان كان في مشكله قديمه ولسه موجوده في الكتب لغايه دلوقتي، ان اصلاح الاعوجاج بيتم بغرز، والغرز دي بتبقى نون ابزوربابل يعني لا تمتص، فالغرز دي بتبان او بتتحس، فبتعمل الم للولد او بتعمل الم في اثناء العلاقه الزوجيه للزوجه. فطبعا احنا عندنا تقنيات ازاي نكون هذه الغرز مخفيه بدون اي الام وبدون اي تقصير في طول. احدث التقنيات يا دكتور مش كده؟ طبعا ده احدث حاجه موجوده، اجهزه، وانا شايفه حاجه بتقول يعني هي لسه ما اتكتبتش في الكتب، بتتكلم عن خيوط بتقول شعيرات يعني. انا عايز اقول لك يعني هي الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي الحقيقه لسه ما اتكتبتش في الكتب، لان احنا بنعمل ابحاث علميه عليها والحقيقه جايبه ساتسفاكشن. هي الفكره احنا بنقيس نجاح العمليه بنقيسها بدرجه الرضا ودرجه الامان والفعاليه، فطبعا الفعاليه هي فعاليه 100%، درجه الامان 100%، وكمان درجه الرضا لا تكاد تصل الى 100% خلاص بالفعل يعني. لانه ما فيش الم بعد العمليه، ما فيش تقصير في طول العضو بعد العمليه، ما فيش اعوجاج بعد العمليه، فيقدر يمارس حياته الطبيعيه 100% وحياته الزوجيه 100%. فاحنا هنا بنطمن الامهات ان التقنيات اللي احنا بنعملها الحمد لله في مركز ذكوره انا ودكتور محمد هنداوي لا طبعا جايبه نتاج نجاح هايل، وان شاء الله يعني احنا. طب الدكتور يقدر يعملها في اي سن؟ يعني في اي سن ولا لحد سن معين؟ لا هو مفيش سن، احنا بس في سن احنا ما بنحبش نصلحها قبل 12 سنه الا في حالات معينه، لان في حالات لازم تتصلح من وهو صغير في سن من سنه لثلاث سنين، حالات معينه دي لازم تتصلح في السن ده. لكن لا انا اقصد لو هو كبر، يعني لو هو كبر خلاص لا مفيش ما يمنع، هو الاعوجاج المكتسب. لا طبعا مفيش ما يمنع، احنا بيجي لنا الحقيقه رجال متجوزين وطبعا كده عندهم اعوجاج. الاعوجاج ده ممكن يكون وراثي اصلا او ممكن يكون نتيجه فيروني. واحنا برضو بنتكلم ونقول تاني ان الاعوجاج ليه درجات، يعني لو درجه 15 درجه يمين او 15 درجه شمال طبعا ده لازم يتصلح، 30 درجه او اقل من 30 درجه يمين او 30 درجه سوري 30 درجه الى اعلى او 30 درجه الى اسفل برضه لازم يتصلح، لان ده بيسبب الام شديده جدا، بيسبب عدم علاقه زوجيه حميميه. يعني ده بيكون ليه علاقه بالريليشن ما بين الزوج وزوجه يعني طبعا، مش كده؟ طبعا ممكن يؤدي طبعا الى كسر القضيب لو حصل فيه مشكله زي طبعا كده لازم يتصلح. الحقيقه مرض بيروني بيبقى مصاحب دايما عايزين نفهم برضه اللي مش عارف ايه هو المرض البيروني. يعني هو مرض بيروني هو ندبات في ساق العضو بتؤثر على تدفق الدم داخل العضو، فبالتالي بيلاقي جزء في العضو عنده تدفق دم وفي دم وفي حيويه، وجزء اخر من العضو ما فيهوش حيويه، فيبقى العضو عامل زي اور جلاس ابييرنس كده، او العضو يبقى معوج ناحيه يمين او شمال او فوق او تحت، غير ان كمان بيعاني من ضعف انتصاب، وضعف الانتصاب ده ساعات كتير قوي بيبقى مصاحب للبيروني. هي الفكره الجديده ازاي نعالج بيروني بدون التاثير على قوه الانتصاب، وازاي نعالج بيروني اذا كان معاه ضعف انتصاب. يعني احنا دكتور محمد برضه هيكلمنا عن هو المشكله التقنيات. هو المشكله في مرض بيروني في اصلاحه لو احنا عاوزين نصلحه بدون ما نؤثر على طول القضيب، كان الاصلاح اللي قبل كده اللي هو البلايكيشن ده بيؤدي الى قصر القضيب. لا احنا دلوقتي في مواد معينه او شبكات معينه بنعمل بيها ترقيع للجزء اللي فيه التليف ده او الندبه، بحيث ان يكون القضيب مستقيم من غير ما نؤثر على طوله. طب دكتور عايزين تكلمنا برضو عن الدعامات. الدعامات دي بيقولها الدكتور ياسر. طب الحقيقه احنا برضو احنا جايين هنا زي ما احنا بنقول السيدات هم مسؤولين عن الاطفال، برضو السيدات مسؤولين عن زوجاتهم. يعني الضعف الجنسي عند الرجال هو مرض زي السكر، مرض زي الضغط، مرض زي ده الألم. كمان الضعف الجنسي يعني ليه علاقه بالمواضيع اللي حضرتك بتتكلم فيها. ليه علاقه عايزين نتكلم مثلا، ده ساعات بيعمل مشاكل كتير يعني. لان الحقيقه لو قلنا ان 200 ألف حاله طلاق سنويا تتم في مصر، 40% الى 50% منهم نتيجه ضعف الانتصاب. احنا بيجي لنا بالفعل قصص مؤثره جدا في العيادات، بس احنا بننبه ان السيدات كمان عند ما فيش مشكله في ضعف الانتصاب. ضعف الانتصاب هو مرض زي اي مرض، زي الضغط، زي السكر، زي القلب. المرض ده بيتعالج بسهوله جدا ولا يستدعي الانفصال او الطلاق. تمام؟ المرض ده لازم نعرف ايه اسبابه. يعني السكر واحد من اهم الاسباب اللي يؤدي لضعف الانتصاب، السمنه المفرطه واحد من اهم الاسباب اللي يؤدي لضعف الانتصاب، الامراض القلب واحد من اهم الاسباب. هل ضعف الانتصاب ليه علاج؟ طبعا ليه علاج. طبعا اذا فشل العلاج الدوائي لضعف الانتصاب يبقى الحل الوحيد هو زرع الدعامات. الحقيقه احنا برضه بنقدم تقنيه جديده جدا في زرع الدعامات. أول حاجة زرع الدعامة خارج النسيج الكهفي. ليه بنقدم هذه التقنية؟
خارج النسيج الكافي، وده للحفاظ على تدفق الدم داخل العضو، فيبقى لسه في لذة ولسه في حرارة ولسه في نشوة ولسه في متعة، وكمان في حرارة أثناء العلاقة الزوجية. إذا فقدت الحرارة أثناء العلاقة الزوجية طبعا تفقد اللذة والمتعة والنشوة والقصف. طب وده برضو يعني ينفع للهم عندهم السكر والقلب الأمراض دي؟ هي الفكرة بنقيس برضو الموضوع دون بدرجة الأمان والفعالية. لو قلنا إن لو أخذنا الاحتياطات اللازمة في موضوع زرع الدعامة بالنسبة لمرضى السكر، لا طبعا هي آمنة 100%. وهي أصلا الدعامة معمولة لمرضى السكر. ومرضى السكر هم أكثر الناس عم بيبقى عندهم مشاكل في الانتصاب. فطبعا الدعامة آمنة. بالنسبة لمرضى القلب، لا، مرضى القلب هم أكثر ناس تستفيد من الدعامة، لأن الأدوية المنشطة هي خطر، ممكن تؤدي إلى الوفاة. وإحنا عشان كده بننبه الزوجات إن لو جوزك عنده مشاكل في القلب ممنوع من استخدام المنشطات الجنسيه. انت اللي هالمسؤوله عنه. لا، الدعامه طبعا حل امن، لان كمان الدعامه تقدر تمارس علاقه زوجيه مره واثنين وثلاثه بدون مجهود وبدون اي ضرر على القلب. وهي عمليه صعبه يا دكتور؟ ليها نسبه وقت تعافي وقت احنا، ولا هي أسهل؟ احنا طورنا العمليه حاليا، بقينا بنعملها من فتحه بعيد عن القضيب خالص، لان القضيب هو العضو الاساسي بتاعنا، فمش معقول العضو الاساسي اللي احنا المفروض نحافظ عليه نعمل فيه جرح وخياطه وغيارات وحاجات من دي. لا، احنا حاليا بنعمل جراحه زرع الدعامه من خلال جلد الخصيه بعيدا تماما عن القضيب. الفتحه بتكون فتحه صغيره اقل من سنتي، وندخل منها الدعامات. الالتئام بتاعها بيحصل في خلال اول اسبوع وبيشفى تماما في خلال 3 اسابيع، ويقدر يمارس العلاقه بتاعته في خلال ممكن شهر. ممكن تشرح لنا دكتور على الدعامه اللي موجوده مع حضرتك؟ الحقيقه يعني هي دي الدعامه اللي احنا بنركبها بالفعل في العضو الذكري. بيبقى عندنا دعامتين، يعني واحده يمين وواحده شمال، بنركبهم داخل التيونيك البوجينيا، الغشاء المحيط بالنسيج الكافي، وبنخلي النسيج الكافي يحيط بالدعامه. يعني احنا بنحافظ على النسيج الكافي عشان يحصل تدفق دم داخل العضو الذكري، وكمان يحصل الحراره واللذه والمتعه. ممكن دكتور ترفع ايدك شويه معلش بعد اذنك عشان يبان الكاميرا اكتر؟ اتفضل. يعني بالنسبه لدي كده الدعامه بتكون اتنين، تمام، يعني واحده يمين وواحده شمال، بنركبها جوه تيونيكا البوجينيا، الغشاء المبطي للنسيج الكهفي، وبنقدر نحافظ بتقنيه جديده الحفاظ على النسيج الكهفي بحيث يبقى في تدفق دم داخل العضو الذكري. طب لو ده العضو، احنا بنعمل الجراحه فين؟ الفتحه فين؟ طبعا جرح الخصيه هو اكثر جروح التئاما، لان هو اكثر ترويه، ده رقم واحد. اكثر الجروح بدون الم، لانه ما بيعملش الم خالص، فعشان كده المريض يقدر يمسح حياته الاجتماعيه ثاني يوم او في نفس اليوم. عندي مرضى بالفعل راحوا شغلهم مهندسين ودكاتره، وراحوا شغلهم ثاني يوم ومارسوا حياتهم الاجتماعيه عادي خالص، وعملياتهم عادي خالص، وشغلهم عادي خالص، لان جرح الخصيه هو بعيد تماما عن العضو. الجرح العضو بيلتئم ابطا، جرح العضو مؤلم، اما جرح الخصيه غير مؤلم. وده اللي احنا بنقوله، ان الدعامات غير مؤلمه ومفيده جدا للعلاقه الزوجيه، تقدر تمارس العلاقه الزوجيه. يعني بالنسبه لحضرتك قلت ان في سيدات كتير بتطلب الانفصال، فاكيد احنا قدمنا حلول ممتازه، وكمان فيها فتره التعافي بسيطه جدا، يعني انت بتقول تاني يوم بينزل الشغل. مزبوط. فالموضوع بقى اسهل كتير. هو بيروح بيته في نفس اليوم وبينزل شغله تاني يوم. احنا كمان في مركز ذكوره قللنا التكلفه الى الحد المينيمم. لسه هقول لك التكلفه قد ايه. يعني الستات دايما يهتموا بالتكلفه. اهم حاجه هندفع كام؟ لا، احنا نقدر نطمن كل الناس ان التكلفه بقت عندنا في المتناول، لان احنا بناخد كميات كبيره من الشركات، فقدرنا نخفض سعر الدعامه نفسه، فبقى الموضوع يعني نقدر نساعد الناس كتير. والدعامة دي آمنة؟ يعني أي جسم مثلا غريب بيدخل جوه جسم الإنسان بيكون ليه يعني مؤثرات بعد يعني كده؟ يعني الحقيقة ده سؤال مهم جدا. الحقيقة الشركات كانت بتتنافس في صناعة الدعامة. الدعامة دي معمولة من السيليكون، والسيليكون ده انرت ماتيريال، يعني مادة صديقة لجسم الإنسان. الجسم الإنسان ما يلفظهاش، زي بالظبط الدعامات للقلب. فعمر الدعامة ملهاش آثار جانبية بالظبط، يعني ملهاش أي آثار جانبية. الدعامة بنقدر كمان ما بتسببش أي حرج اجتماعي، وبالذات في أنواع كتير من الدعامات لا تسبب حرج اجتماعي على الإطلاق. يعني أنا كده مثلا بعد ما أعمل علاقة زوجية وتدفق الدم يقل في العضو، أقدر أتني الدعامة بالمنظر ده، فما بقاش في أي حرج اجتماعي، وأقدر كمان أرفع الدعامة بالمنظر ده. الحقيقة هي حمس مش بنستخدم الدعامة المرنة، لا، إحنا كمان عندنا دعامات هيدروليك، 2 بيسز يعني قطعتين، أو 3 بيسز يعني 3 قطع. وإحنا زي ما قال الدكتور محمد، احنا بنوفر جميع انواع الدعامات باحدث تقنيه لزرع الدعامات وباقل تكلفه. ده تعاونا منا مع بنسميها تشاريتي، يعني خدمه مجتمعيه.
الحقيقة يعني كانت فقرة مفيدة لكل سيدات والرجال، وكان منورنا دكتور ياسر بدران ودكتور محمد هنداوي طبعا ذكورة كلينك، ونقدر نشوف البيج بتاعتهم كمان على الفيسبوك وإنستجرام واليوتيوب. مش كده واليوتيوب، وما تنسوش والأرقام موجودة هي على الشاشة، وطبعا عاملين تخفيضات وقالوا لنا أسعار حلوة جدا وهيلة يعني. وإحنا بنقول من الفقرة دي إن مفيش مشاكل إن شاء الله، يا رب ربنا يجعلنا سبب بإذن الله في إن إحنا نوفق ما بين الزوج والزوج والاب والطفل، وتكونوا استفدتم من الفقره يعني دي. الحقيقه احنا عندنا رسالتين لازم نوصلهم للناس، ان الحلول الزوجيه الضعف الجنسي مش زمان ما كانش ليه حل، دلوقتي لا ليه حل مع الدعامه. الدعامه هي امل من لا امل له، ونحن نجرح بامانه والله يلئم بلطف. اللهم امين يا رب العالمين. كنتم منورينا والله يا فندم، وكانت فقره لذيذه. وتعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ويا رب ان شاء الله الفقرة السابقة تكون عجبتكم واستفدتوا منها كل الامهات والاسرة المصرية عامة يعني. طيب دلوقتي احنا هنبدأ فقرة جديدة هتكلم فيها عن اجمل طفل في الدنيا. طفل عنده امانة، اهله احسنه فعلا ربيته. تعالوا الاول نشوف الصورة دي وعلق لكم عليها. زي ما انتم شايفين كده ياسين عنده 6 سنين، لقى 17,000 جنيه، تمام، وهو ماشي. فطبيعي الطفل لو هو يعني ماشي ولقى فلوس زي دي هيكون بقى فرحان قوي، وممكن لو راح لاهله وقال لهم ان انا معايا الفلوس دي طبيعي جدا اهله هيعملوا ايه. في نوعين، ناس هتكون متربيه زي الناس دي، الحقيقه انا بحييكوا. الناس دي راحت سلمت الفلوس وقالت للطفل طبعا برافو عليك انك عملت ده وما ينفعش، وزي ما انتم شايفين كده كمان المدرسه كرمته. يعني بجد انا كمان بحيي المدرسه انها عملت كده. شوفوا بقى التربيه الجميله لما يكون الاب والام بيعرفوا يربوا ويحسنوا التربيه. طبعا انا بحييهم من انتي وبس. انا الحقيقه لما شفت الخبر ده قلت يا رب كل اولياء الامور يكونوا كده، ان احنا دايما عايزين نزرع في اولادنا الامانه وناخد بالنا قوي واحنا بنربيهم. لان دلوقتي الحقيقه بعد السوشيال ميديا بقى والتيك توك واليوتيوب والكلام ده كله، العيال ما بقاش عندها كده مبادئ. يعني تحس ان ما بقاش في فضاء ان الام والاب يقعدوا يربوا اولادهم. لكن احنا عايزين كلنا يعني اذكركم واذكر نفسي، احنا عايزين نرجع كلنا نربي اطفالنا ونركز قوي في التربيه معاهم. اول حاجه عايزين نتخلص من التيك توك ده خالص. عايزين نعمل زي كده حمله ان احنا الاطفال الحلوه نشجعها، نحط فيهم المبادئ، نرجع كده زي زمان ايام لما احنا تربينا ازاي على صح وغلط، على ان الوقت يكون ليا وقت معين، على اني اشوف فيلم بس ليا في اليوم، على ان يكون في رقابه. طبعا انا بقول لنفسي قبل ما اقول لكم، يعني احنا انشغلنا كتير في الفتره اللي فاتت، ولكن انشغلنا ده ممكن قدام يعمل لنا مشاكل رهيبه يعني. وخصوصا الاطفال دلوقتي من سن سنه تلاقي تصرفاتهم يعني مريبه بسبب زي ما قلت لكم التيك توك والموبايل، واحنا بقى طول ما احنا قاعدين لا خد الموبايل عشان الطفل يبعد عننا يعني منش، او طول النهار قاعد يتنطط ويعمل هنا. انا شخصيا ساعات كتير جدا بغلط الغلطه دي، يعني طول ما ابني قاعد يعمل مشكله ولا ينط ولا يعمل شقاوه، بس يا حبيبي خد الموبايل، بس مجرد ان هو يقعد يتفرج على الموبايل. ولكن ابتديت ان انا اتفرج على ناس بيعملوا وعي، وانا ان شاء الله اكون منهم يعني للامهات. فانا ابتديت اعي الموضوع، يعني اشوف لا انا لازم اخد بالي ولادي بيتفرجوا على ايه. لا بابا ما تتفرجش على ده، لا اتفرج على ده. فكارثه كبيره انك تسيبي لابنك، عارفين الحركه اللي احنا بنعملها عشان ننيم الاطفال دي ونسيب لهم الموبايل، بصوا تعالى اتفرج على الموبايل عشان بس نقعد نتكلم احنا في التليفون ولا نقوم نعمل اي حاجه ونتخلص من شقوتهم. يعني دي بتعمل مشاكل رهيبه جدا جدا. كمان عايزه اتكلم في نقطه مهمه قوي، التعاون ما بين الام والاب. يعني لازم انت كزوج تتعاون معايا، ما انا اصلا مش طول الوقت هفضل انا لوحدي قاعده بعمل كل ده لوحدي. لا لازم انت كمان تكون متعاون معايا.
يعني سيدات كتير جدا، ولما بكون موجوده يقول لي بصي يا هبه احنا عندنا مشكله رهيبه، ان جوزي ما بيعملش معايا حاجه خالص، بيرجع بالليل متاخر، مش موجود تقريبا معايا طول الوقت، وانا قاعده لوحدي بربي الاطفال وشقاوتهم ومشاكلهم، وما بقاش فيه اللي هم حتى يقعدوا ياكلوا مع اولادهم، يعني يتغدوا ما فيش، ما بقاش فيه ده، بيشوف بابا بالليل خالص لظروف شغل بابا طبعا او والده او كده. ولكن احنا عايزين لازم نخلق لاطفالنا وقت، الموضوع ده مهم جدا لانه بينتج عنه مشاكل رهيبه، كوارث. انت بتشوفي دلوقتي طفل عنده 13 سنه مش عارفه عمل مسك بنت لف عليها الحبل موتها، بيقلد الفيلم. بتشوفي دلوقتي واحد طفل صغير لعب مش عارفة مع طفلة ايه يعني عارفين حاجات رهيبة رهيبة بجد، بيشيب ليها الشعر الراس يعني. فالموضوع ان احنا بقى ايه عايزين نقعد كده، لا حبيبي غلط اللي انت بتعمله ده، ما يصحش ما ينفعش، اربي فيه قيم وافضل وراه وما زهقش. انا بقول لنفسي قبل ما اقول لكم والله ان الموضوع ده مهم جدا جدا. وتعالوا نرجع بقى للاصل كمان، ان ازاي تختاري صح، يعني ازاي اختار زوج مناسب لحياتي عشان بس يقدر يربي اولادي بعد كده. ازاي اقول لك انا؟ بصي بقى ورقه وقلم مكتبي ورايا. اول حاجه، اول حاجه علاقته بربنا. علاقته بربنا ايه؟ يعني مش شرط، مش بقول لك بقى علاقته بربنا شوفيه بيصلي طبعا دي حاجه ترجع لك انت برضو، بس انا بتكلم مش على درجه التدين. انا كهبه مثلا هبص الاول علاقته بربنا، هل هو وانا ماشيه مثلا معاه بيتصدق مثلا؟ هل قلبه ضعيف بيبقى مثلا بيعمل خير بيتقي الله في كل حاجه وخدي تحتيها كده كل الخطوط؟ تاني حاجه علاقته باهله، يعني بصي هو بيعامل اهله ازاي وعيشي معاهم وشوفي والده ووالدته بيتعاملوا ازاي، لانك هتكوني نسخه من والدته صدقيني، لان والده طبعا هو اللي بيقود الموضوع، فطبيعي ان هو هيطلع لوالده، ودي جينات علشان تكوني فاهمه بس. فانت لازم تروحي يعني تزوريهم وتشوفي الموضوع ده. تعالوا بس معانا تليفون الاول من بناتي كده عايزين يخشوا ويعملوا مشاركه معانا. الو الو، ازيك يا مياد؟ عامله ايه؟ هبه ازيك؟ اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. قولي لنا بقى يعني نختار ازاي يعني. انا عايزه اقول لك الاول انت جميله خالص يا هبه، احنا بنحبك جدا بنتابعك على طول. حبيبتي ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي حبيبتي يا هبه. ميرسي. متجوزه الاول ولا لا؟ متجوزه. حلو، ايه اخترتي صح؟ هتقولي صح حتى لو غلط. ينفع اكدب؟ طيب بصي يا هبه، انت اصلا تكلمي النهارده في موضوع مهم جدا، احنا قاعدين اصلا بنسمعه واحنا منتبهين ليه قوي، يعني انت بتتكلمي واحنا كمان بنرد عليكي يعني، عارفه؟ طب قولي لنا بقى يعني علاقه الاول اللي علاقتك بزوجك وباطفالك، في وقت ولا زي العادي مفيش وقت لاي حاجه؟ قولي لنا وبتقدري تعملي ايه؟ بصي بصراحه هبه، هي يعني انت لو هتبصي المنظور العام الايام دي هو الوقت بيبقى صعب قوي، بس احنا بنحاول ان احنا نوفر الوقت ده لاولادنا. تمام. ف معاكي يا حبيبتي قولي. اوكي، فهو الوقت احنا بنحاول ان احنا قدر الامكان ان احنا بنخلقه للاولاد. بمعنى ان احنا بيبقى لينا وقت كده مثلا ساعه الغدا، عارفه بنقعد نتكلم مع بعض، ايه عملت ايه النهارده، دي حاجه. تاني حاجه عارفه بقى يا هبه، مع التطور التكنولوجي الايام دي الولاد طول الوقت ماسكين التليفون. المشكله دي جامده جدا، كنت لسه بتكلم فيها. جدا جدا يا هبه عارفه. فاحنا بنحاول بقى ايه، انا بحاول انا عن نفسي انا بعمل سيرش مثلا، انا عندي ولد وبنت. فانا بحاول مثلا ايه امسك التليفون بطريقه كده مش دايركتلي قوي، ان انا اشوف اعمل سيرش مثلا على جوجل هم دخلوا على ايه، اشوف اليوتيوب، اتابع معاهم. بالظبط، اشوف مثلا البنت كانت بتتفرج على ايه بدون هم ما يعرفوا، عشان ما يحسوش ان انا براقبهم في كل لحظه، فهي هم يخبوا عليا او يكذبوا، ودي اصلا لازم تبقى اساس في التربيه. تمام. طب قولي لي، قولي لي يا مياده، لو برضو عشان نتكلم برضو من كل الجوانب، لو ام بقى يعني زي ما بيقولوا سنجل بقى، يعني الام دي صعبه جدا. تقدر بقى اكيد في حياتنا وفي اسرنا كتير جدا عندنا اختك يعني جارتك مش عارف في نفس المواضيع، قولي لي ازاي تقدر تربي لوحدها؟ بصي هي بتبقى ام واب في كلتا الحالات، بس يعني انا عندي نموذج ونموذج قريب مني جدا.
الحاجه اللي عاملاها حلوه قوي وعجباني قوي ان هي وباباهم صحاب جدا. تخيل بعد الانفصال. بعد الانفصال مهم جدا ده جدا. اصحاب عايزه اقول لك ان هم بيتقابلوا كل اسبوع مره، تمام، بيقعدوا بقى واي حاجه اي حاجه تخص مثلا يعني هي عندها ولد، يعني اهم حاجه الولد اول ما تحصل له مشكله تروح متصله ببابا تشارك بابا على طول. ما بتخليش بابا اصلا فرد منكر في ما بينهم. حلو جدا. بالعكس، وده بصراحة أنا الموضوع ده حابة فيها جدا جدا، لأن الطفل كمان هيحس بمشاركة الأب، يعني هيحس إن في بابا إن هو مش موجود، لأ بس موجود، يعني أقدر أوصل له بتليفون، فدي مهمة جدا على فكرة. بصي هي أختي، فإحنا أصلا ما حسيناش إن هما انفصلوا يعني لدرجة المشاركة اللي هي مشاركاهم، مشاركاها في حياتهم كتير كتير جدا. وما فيش اي حقيقي يعني ما تحسسوش باي خلاف ما بينهم. حلو جدا يعني يا ميادة، ويا رب ان شاء الله كل البنات تقدر تستفيد يعني من ده. وبحيك ان انت اتصلت بينا، وتعالوا نكمل بقى اللي احنا كنا بنقوله. كنت بقول لكم ازاي تختاري شريك حياتك. ازاي تختاري شريك حياتك دي مهمة قوي والله، خدي بالك، لان ده عمر، مش واحد انا حبيته وهو حبني خلاص انا بحبه، مستحيل ان انا متجوزوش والله ابدا. لانك لو مفكرتيش في الكلام اللي انا بقوله لك ده دلوقتي قبل ما تنفذيه، يعني لازم اللي انا بقوله انت تحسيه الاول، تكوني مقتنعة بيه. اول حاجة زي ما قلتلك علاقته بربنا، تاني حاجة علاقته باهله، وتالت حاجة ومهمة جدا جدا البخل. اوعي تاخديه بخيل، يعني البخيل ده بخيل في كل حاجة. بصي بقى، بخيل في مشاعره، بخيل في كلامه، بخيل يعني كل حاجة بخيل هو فيها. ده بقى انت هتقدري تعرفيه يعني أثناء فترة الخطوبة كده، أول ما تلاقي كده كلام لا على طول لازم تديله ظهرك، مش أنا بحبه ولا الكلام ده خالص، عشان انت كده يعني عايزة أقولك انت مكملة كده حياتك هتبوظ صدقيني. لازم تاخديه حنين. طيب معنا التليفون الأول. ألو الو الو. ايوه يا رنا، ازيك؟ عامله ايه حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ متابعنا؟ طبعا. طيب حضرتك حد جميل قوي وتلقائي، ربنا يخليك يا رب. طب رنا، بنتكلم عن ازاي اختار شريك حياتي. انا بقى يعني في الموضوع ده اخترت غلط خالص والله والله. موضوع التربيه ده بقى بما اني قايمه بالدورين فبالنسبه لي صعب جدا طبعا، وعلمني ده يعني الاول يا رنا انت منفصله؟ انت منفصله، تمام. حلو. بعد الانفصال بقى بقيتي ام سنجل وتمام، والحياه مشيت معاكي ازاي؟ هل وقعتي ولا قمتي؟ لا وقعتي شويه طبيعي، يعني اول فتره كده وبعد كده لازم الحياه تمشي يعني. اشتغلت بقى والحمد لله دلوقتي قايمه بالدورين، بنتي عندها 6 سنين بقى، فالامور كلها الحمد لله بقت احسن كتير يعني. طب ده كويس جدا، احسن حاجه انك تاخدي الازمه اللي بتحصل في حياتك انها تقومك، مش يعني مش تخليكي خلاص تستسلمي. انا شويه وبعد كده لا طبعا اكيد في روح بقى مسؤوله منك، انت مش مسؤوله عن نفسك يعني. لا اكيد طبعا، وربنا يقويك يا رب يا حبيبتي. وعايزه تقولي اي حاجه لانت وبس. لا اختاروا صح، اختاروا راجل يتقي ربنا فيكي ويكون كويس وبيعمل حد قريب منه، يعني بيعامله باحترام، يعني حاجات كتير قوي يعني الحلقه طبعا مش هتسمح. لا قولي اتكلمي، انا معاكي وبتكلم معاكي، يعني قولي لي عشان بنات كتير قوي. اصل بصي احنا عايزين يا رنا، اولا الحب مش كل حاجه طبعا عشان ده اختيار خاطئ. ما هي دي بصي بقى النقطه دي يا رنا مهمه قوي. بنات كتير قوي بيكونوا فاكرين ان الحب ده هيفضل مستمر وانا بحبه، يعني انا عاوزاه دلوقتي خلاص انا بحبه، فاحنا عايزين بس نفوقهم على النقطه دي. لا لا الموضوع غلط خالص خالص، انا كنت قصه حب ما حدش يعني يتوقع ان انا ممكن انفصل سنه واحده وانا بقالي 6 سنين دلوقتي يعني، فالموضوع لا لا مش حب خالص، في حاجات اهم من الحب بكتير. طب اثناء فتره الحب دي كلها الطويله ما قدرتيش تعرفي اللي قدامك ده؟ لا عرفت بس يعني غلطتي انا اللي كنت يعني عشان الحب لا خلاص هيتغير، لا خلاص هيبقى حد تاني، انما لا ما فيش اي حاجه من دي اتغيرت يعني. لانه ما فيش حد بيتغير ده طبعا. لا ما فيش ما فيش طبعا يعني واحد، ما هو في انواع كتير يعني، بس زي ما في رجاله قادره في ستات برضك قادره يعني. طبعا طبعا يعني لازم نتكلم في ستات فظيعه يعني. دي حقيقه يعني، في ستات ممكن تحبي ال3 مع بعض يعني في المواضيع. فعلا دي حقيقه، في كذا عيب وتقبليه
فانا كنت بصراحه انا لازم اقول ان هي كانت غلطتي انا، اختياري انا وانا اللي غلطت فيه يعني. بس احنا نحسن الاختيار مش كل حاجه. حسن الاختيار ده وفي اساسيات حياه لو مش موجوده بجانب الحب لا الحياه مش هتكمل خالص. لما تتجوزي تاني هتختاري ازاي؟ لا لا بصراحه ما بفكرش في الموضوع. ليه انت عندك كام سنه يا رنا؟ 30. طب يعني لسه صغيره قوي، ما في ليه محبطه وانا خلاص وانا قفلت ليه؟ يعني عادي ما بقاش في حد يعتمد عليه دلوقتي. لا انت لازم تستفيدي. بصي بقى عندك بنت وهيعملها ازاي يعني فالدماغ بتروح لها. بصي بقى استني عشان الفكر ده مهم جدا جدا. ان حتى الامهات يقول لك خلاص انت عندك بنت انت هتتجوزي فين؟ ما دي لا ما فيش حاجه اسمها كده. يعني انت لازم انت لسه صغيره بس اختاري صح، لكن ما تدفنيش نفسك. اصل هي التجربه مش معنى انها فشلت ان انت فاشله، فاهمه؟ لا 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 انا اعرف بردك والله ناس زيي وربنا يسعدهم واتجوزوا والحياه ماشيه. هي فيه كده كده وكده، هي اختيارات يعني بالظبط. حاجه بتثبت على ما يعني تفضل ثابته بس تختلف من شخصيه لاخرى يعني. فانا ما بفكرش بس في الموضوع ده. اشكرك يا رنا انا مبسوطه جدا اني كنت مع حضرتك والله. حبيبتي ربنا يخليك يا رب، ميرسي جدا. زي ما انتوا سمعتوا كده يمكن كنا بنتكلم عن الاختيار الخاطئ، اوعي تقعي فيه، اوعي خلي بالك علشان ما حدش هيقول لك بعد كده زي ما بيقولوا ما حدش هيسمي عليكي انت خلاص غلطتي فخلاص يعني غلطتك بقى وكملي. فلازم لازم وهتفضلي ساكته بقى والولاد وانا مش هعمل ايه. لا طب وليه؟ طب ما انا الحق نفسي من البدايه كده حتى لو انت صغيره وخدي الخبره من اللي اكبر منك. الاكبر منك بيقول لك ما تاخديش كذا وكذا وكذا عشان في الاخر هتكون مشكله كبيره قوي. خدي اللي يحبك، خدي اللي حنين عليكي، خدي اللي يكلمك كلمه حلوه، خدي اللي يجي بالليل كده يكلمك يقول لك انا تعبان بس بسمع منك كلمه كده ببقى بحس ان الدنيا بقت حلوه. شوفوا الكلام الحلو ده بيفرق جدا. لكن ما تاخديش بشكل سطحي يعني، ما تبصيش بسطحيه لان السطحيه دي ممكن تعمل مشاكل كبيره جدا بعد كده. وانا بقى بخاطب كل راجل بيسمعني دلوقتي ان انت لازم تسمع مراتك عاوزه ايه. بلاش البلاي ستيشن وبلاش القهوه وبلاش الكافيه وبلاش كل ده يعني. ما فيهاش حاجه لما تخلص شغلك وترجع لمراتك البيت تقعد معاهم، حاول تخلق الوقت انك تقعد معاهم عشان هم محتاجينك قوي. هم محتاجين لان الست ممكن تتكلم مره واثنين وثلاثه بس بتيجي بقى في الرابعه مش قادره ما عندهاش خلاص الطاقه انها تتكلم تاني، فبالتالي بتقول لك لا. ولا دي بتيجي انت تقول ايه مستحيل دي اللي بتحبني ودي، فتتفاجئ من رد فعلها يعني انك بتحس ان خلاص الكوبايه عندها اتملت. هي تعبت قالت لك كتير قوي انا محتاجاك تبقى جنبي، قالت لك كتير جدا الاولاد محتاجينك، انا محتاجه كلمه حلوه منك. كتير قوي ستات كتير جدا عايشين بس بلا مشاعر. اليوم بيعدي علينا اللي هو طول اليوم في الشغل وبعدين خلاص يعني ما فيش. حتى لو هي قاعده بتعمل في البيت حاجات او تربي الاولاد والكلام ده كله وفي الاخر ما فيش حقها هي، فده بيكون لود كبير بيخليها تنفجر. خد بالك قبل ما تنفجر عشان هي ممكن يعني خلاص ما ترجعش تاني. تعالي بقى اقول لك طيب تعملي ايه انت وزوجك عشان نفرفش كده ونروق الدنيا. هقول لك انا تطلعي على هيفن. هيفن سبا هيفن سبا ده اول سبا انجليزي في مصر، تمام؟ هيغير لك المود خالص. طب ازاي؟ تعالوا الاول نشوف فيديو عن هيفن ونشوف هيفن بيعمل ايه وتاخدي جوزك كده وتروحي له. تعالوا بينا نعرض هيفن، تعالوا نشوف هيفن. طيب بصوا بقى هيفن هنا بقى بيعمل ايه؟ بيعمل جلسة سكين كير. يعني الراجل كده دلوقتي انت تروحي تحجزي له في هيفن، تتصلي بيهم على الارقام اللي موجودة وتعملي له جفت
خلاص وتقولي له انا عملت لك فاوتشر من هيفن سبا ومعاها جفت حلوه كده ليك باسعار، طبعا عاملين اسعار قليله جدا، في عندهم خدمات كتير مش موجوده، اجهزه كلها مش موجوده هنا في مصر. طبعا هنا يا روقانه، يعني هنا زي ما انتم شايفين كده كلاينت موجود، ده زوج اكيد زوجته حجزت له مش هو اللي جه، وزي ما انتم شايفين كده. بس المهم بس ان هو بعد ما يخلص الجلسة الحلوة دي ما ياخدش بعضه ويروح لواحدة تانية. لا طبعا، يعني ان شاء الله يطلع يقضي كده ويك اند انت وهو بس، وانتوا نفسيا مرتاحين. فتعالوا كمان نشوف بيقدم ايه للسيدات. دي جلسة سكين كير اللي احنا شفناها، عندهم سكين كير، عندهم حمام انجليزي، مساج، كل ده بيعملوه للرجال، والحلاقة طبعا والباديكير مش سايبين حاجة يعني في الرجال. هنشوف بقى هنا دي بيعمل ايه، بيعمل توريد الشفايف. زي ما انتم شايفين ده توريد الشفايف لسيدات. تقدري برضو انت بقى تحجز لها كده هدية بعد ما اتفرجت على البروجرام، وترفع سماعه التليفون وتتصل على هيفن. هيفن سبا ده موجود في اسكندريه، ان شاء الله يفتح لكم قريب في القاهره باذن الله وبقيه المحافظات، لانه الحقيقه يعني حاجه ممتازه جدا. زي ما انتم شايفين توريد الشفايف كده بيعمل فوليوم حلو قوي للشفايف، وبيعمل لها لون ثابت زي ما انتم شايفين كده، بتدي منظر رائع الحقيقه. ممكن نجيب منظر كمان الشفاء قبل وبعد، هتلاقوا الموضوع حلو جدا فيها. يعني كمان بيعملوا جلسات للشعر عن البروتوكس والبروتين، عاملين هنا جلسة بروتين لطفلة، ولكن هنا بروتين كافيار، فهو علاجي 100%، مش مقصود منه فرد طبعا، ولكن هو بيفرد بطريقة آمنة جدا. هنا الطفلة دي عندها 8 سنين، فالبروتين اللي بيستخدموه هنا بروتين وفيلر وبوتوكس، فتركيبة حلوة جدا، وتقدري طبعا تشوفي التركيبة بنفسك، حاجة ممتازة الحقيقة ونتيجة حلوة جدا. وعاملينها لأي طول شعر، عندهم عرض كويس جدا، يعني عاملينه لأنتي وبس ب 2000 جنيه، فده عرض كويس جدا استفيدي منه، واتصلي قولي لهم أنا من أنتي وبس، واحجزي بقى أنتي وبنتك وجوزك، وإن شاء الله يا رب ربنا يسعدكم وكل السادة المشاهدين. يا رب تكون كانت الحلقة خفيفة عليكم وكانت حلوة، وأشوفكم في حلقة جديدة من انتي وبس. مع السلامة.